طيب احنا عايزين نحط ايه هنا تاني؟ عايزين نحط مثلا الفالفات، فهاجي هنا من التول باليت اقول له فالف وابدا اختار الفالف بتاعي، سواء جيت فالف او جلوبال فالف او بلاك فالف زي ما انا عايز، اقول له هنا الفالف وابدا احطه هنا. تمام، ولازم يتركب بحيث ان هو يبدا يقطع في الشكل، بحيث ان انا لما احركه يتحرك معايا. تمام، هو حط لي التاج بتاعي، اقدر انا التاج ده لو انا عايز بالشكل دوت، تقدر تحط اي فالف انت عايزه، هو اوتوماتيك هياخد نفس الشكل ونفس المقاس بتاع البايب. ممكن اختار فيتنج زي مثلا الريديوسر لو في اي تعديل، يروح يقلل الماسوره دي كام وهتبقى كام زي ما انا عايز. تمام، طيب لو انا عايز اوصل بقى وصله كهرباء مثلا اعمل ايه؟ يعني بلاقي من لاين، بلاقي الحاجات الخاصه بالكهرباء الكتريكال سيجنال، اقول له مثلا الكهرباء عندي من هنا لهنا، همشي بيها مثلا لهنا. تمام، وبعد كده ممكن اروح قايل له انتر، اشوف بقى لو انا عايز اوصل له اي تصلات معينه تقدر توصلها زي ما انت عايز. بيقول عايز تسميها ايه، اقول مثلا الاريا 3 اللوبر نمبر 33. فهي المكتبه اللي موجوده هنا المكتبه كافيه، ولو انت عايز تعدل زي ما انت عايز ممكن اجي هنا اقول له انا عايز رموز مختلفه، بدل بي اي دي بي اي بي هقول له بي اي دي ايزو مثلا. ايزو، فتلاقي غير لي الرموز على شكل الرموز اللي موجوده في الايزو، اقول له مثلا غيرها لي بحاجه تانيه مثلا بالاي سي اي، هيغير الرموز على الرموز اللي متاخده في الاي سي اي وهكذا. لو انا عايز اتحكم بالمعلومات الموجوده في المشروع واسامي الحاجات الموجوده في المشروع، بخش على داتا مانجر بيبدا يعرض لي المعلومات كلها. ممكن مثلا الجيت فالف اقول له لا انا عايز اغير معلومه معينه مثلا زي السايز مثلا او التاج، عايز اعدل فيها المعلومه ديت. تمام، تقدر تقول مثلا التاج دوت 103 اهو، هو عمل زوم عليه هنا اهوت. تمام، اي معلومه انت عايز تعدلها مثلا البريمير لاين مثلا يبدأ يجيب لك المعلومات عنه، أو التاج بقى 103 بدل ما كان 101. تمام،